السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أجزاء المونجو دي بي بدأ يتوضح. أول شيء أنا أجي أعمل داتابيز. داتابيز يحتوي على كوليكشن. الكوليكشن مفروض شيء يحتوي، يحتوي على الدوكيومنت، الوثيقة اللي أنت تريد تعطيها، كان تكون اسم، عمر، أي شيء كان تريد تضيفه في الدوكيومنت. بالمونجو دي بي احنا بنستخدم دي بي كوليكشن انسرت، يعني DB collection insert حيصنع لك الكوليكشن وحيصنع لك الدوكيمنت في نفس الوقت. اذا كان الكوليكشن موجود خير على خير، اذا غير موجود راح يصنع وايضا نفس الوقت يضيف لك الدوكيمنت اللي انت تريده. لما اخطا نبهوني. الدوكيمنت اللي انت تريده تعمل insert لها. طيب كيف انا اجي اعمل انسرت؟ ناخذنا في الاكزامبل بسيط. اذا اجينا هنا مثلا عندنا الداتابيز اللي اسمه يوز، مثلا يوزرز، احنا موجودين في اليوزرز، نجي نقول الدي بي دوت يوزرز دوت انسرت، نريد نخلي فيها لاحظ قوسين، طبعا هذا امبلوي او خليها يوزرز أو يوزر، يوزر خليها يوزر. DB insert user أجي أفتح قوسين. لاحظ هذا ممكن أنا أعملها على شكل ملف جيسون. يعني كيف؟ خلي أعمل هذا كوبي، أجي أنزل هنا أنا. وأجي هذا أحذفه وهذا أحذفه. طيب الجيسون شي يقول؟ مثلا أجي أقول عندي مثلا النيم حيكون محمد. طيب فارزة مثلا اوكي هذا اوكي بهذا الشكل. فارزة الايج حيكون 33. فارزة عنوان مثلا خلينا نقول الادرس، اجي هنا أنا اقول address. طبعا هذا لازم اعمله enter لان الادرس ممكن يحتوي على اكثر من شيء. كيف يعني اكثر من شيء؟ الادرس ممكن يحتوي على رقم الهاتف، ممكن يحتوي على street مثلا. واجي اعمل فارزة، بمعنى في داخلها، في داخلها لاحظ هنا فارزة تجي ادرس، وفارزة اذا حبيت بعد الادرس اضيف شيء اخر. في الادرس انا احتاج انه اضيف مثلا خلينا نقول فون، عفوا الفون يكون مثلا 1 2 3 4، وايضا احتاج انه اضيف مثلا ستريت، فليكن الستريت احنا منطقة اسمها عرفة. اوكي بهذا الشكل. طيب هذا الفارزة اللي تنتهي بها الادرس. لاحظ كيف الاسم، العمر، وايضا العنوان اللي هو اصلا بيتكون من اوبجكت في داخلها الخصائص فيه. هنا أنا اجي اكتب مثلا لوكيشن. اللوكيشن ايضا يحتاج الى شو؟ يحتاج ايضا الى انه يكون على شكل اوبجكت. ليش؟ لانه اكتب هنا مثلا الكونتري، هنا مثلا ايراك، واكتب هنا السيتي مثلا كركوك. بهيك حالة أنا يكون عندي كله جاهز. وأيضا ممكن إضافة أوبجكت، يعني مثلا خلينا نصغر هذا شوي، يعني ممكن أيضا اللوكيشن أوكي هذا هنا نعمل له إنتر. لوكيشن هو حيكون كانتري كذا كذا كذا. ممكن ايضا اعمل شيء، يعني مثلا اجي اضيف مثلا ال مش اضيف هنا انفو مثلا. الانفو حيكون لاحظ براكت اري. هذا الاري ايش راح يحتوي؟ مثلا يقول الاري فيها اوبجكت، في 2 اوبجكت في داخل الاري. لاحظ كيف
نقدر نعمل أشياء معقدة في داخلها. يكون هذا مثلا السالري أوكي مثلا 2000، عندك هنا مثلا الجوب مثلا programmer أو مثلا database أوكي. هنا مثلا ال 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 خلينا نقول department أوكي. department ممكن يكون IT أوكي. أتصور هذا الشيء كافي كلش بهذا الشكل أوكي. بس لكن هذا لحظة، هذا أول object. ثاني object لأنه هذا object دي نصنعه هنا، أنا ممكن يكون ال خلينا نقول عند ضيفوا لي شيء آخر، خلينا نقول مثلا هذا الجوب، هذا الديبارتمنت، عندك مثلا contract أوكي. الكونتراكت يكون مثلا 1 year for example 1 year بهذا الشكل. هذا هو الكونتراكت طبعا بهذا الشكل أوكي. هذا الأوبجكت الأول، في داخله أوبجكت الكل ضمن أري واحد تمام. فإذا ممكن إنه أنت تضيف هذا الانسرشن طبعا، بس مجرد إنه يحتاج هذا نأخذه كوبي ونجي على هذا المكان، نحذف هذا قوسين مجموعة ونضيف هذا. لاحظ أصبحت بهذا الشكل. خلينا نجي نعمل انتر ونشوف syntax error. ليش؟ لأنه لاحظ الانسرشن كيف أصبح زين. لو نجي ناخذ هذا كوبي ونضيفه هون ونغلق هذا وناخذ هذا بالكامل كوبي ونجي هنا نعمله باست انتر تمام انسرشن تمام. لاحظ هذا تم اضافتها الان رايت ريزلت انسرتد 1، تم اضافه الدوكيمنت بنجاح. حلو. لو اجي اقول مثلا 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 اجي اقول خلينا نعمل فايند دي بي دوت يوزر دوت فايند واغلقها انتر. لاحظ لما اجي اقول دي بي يوزر فايند راح يطلع لي اي دي الاوبجكت لهذا الاي دي. لاحظ هذا اي دي، هذا اوبجكت اي دي الانفورميشنز اللي انا خزنته. النيم هو محمد، لاحظ الايج 33، الادرس هو هذا، وفي عند اللوكيشن اللي هو هذا عفوا، وفي عند الانفو اللي هو array في داخلها عندك اكثر من object اللي هو 2 objects اوكي. وممكن ايضا انه احنا نعمل insert لاكثر من document في نفس الوقت. اذا حبيت انه انت تدخل multiple document في داخل collection واحد ممكن تمريرها على شكل array document، ونفس الميثود تستخدمه أنت نفسه هو ال DB collection insert. لكن هذا الشيء خلينا نشوف إذا يسمح لنا الوقت طبعا نأجل الدرس القادم. لنقول لكم مع السلامة.